بات واضحا لكل المراقبين ولكم ايضا ان سوريا الان كحكومه وقياده بدات تفكر بالابتعاد عن المحور الايراني، خصوصا انه السيد بشار الاسد في لقائه مع السيد خامنائي في ايران بعد اسبوع من مقتل او تشييع رئيسي قال اتمنى ان تبعدوا سوريا عن الصراع الاقليمي الحالي، وفي رد لخامنائي قال يمكن ذلك من خلال العمل والتنظيم مع طهران، بمعنى رفض فكرة ابتعاد سوريا عن المحور الإيراني أو الصراع الأقليمي. تعتقد هذه الخطوة على المستوى الحكومي والرسمي جاءت متأخرة؟ أدركتم أو أدركت الحكومة السورية أن التعاون مع المحور الإيراني مكلف جدا وقد يكون سببا من النتائج التي أنتم فيها الآن؟ أشكرك يعني على هذا السؤال، رغم أنني عفوا لم أسمع أنا بهذا التصريح، ولم يعني أسمع بأن السيد خامنئي قال للرئيس الأسد ذلك أو أن الرئيس الأسد رد على ذلك، ولكن ربما هي تسريبات. ولكن أنا أقول لك يعني أي دولة هي تنظر إلى أمنها القومي وأمنها الوطني وتنظر إلى أمن مواطنيها، واليوم إذا كان يعني هناك محور للمقاومة فأعتقد بأن من الضرورة أن يقوم هذا المحور بالتنسيق مع بعضه، ولكن بالنهاية كما قلت حضرتك هو محور مقاومة، يعني ليس هو حلف شمال الأطلسي وليس حلف وارسو السابق وليس يعني حلف أن يكون مقابل أحلاف أخرى. اليوم إسرائيل تدعمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كله، ولذلك دعم حركات المقاومة هو من شيم الدول التي ترى بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وأن المعتدي هو إسرائيل وأن العدو الإسرائيلي توغل كثيرا سواء في لبنان أو في فلسطين أو حتى في سوريا، وأيضا سوريا لديها أراضي محتلة وحاولت يعني عبر الكثير من المبادرات وبعد مؤتمر مدريد 1991 أن يكون هناك مفاوضات سلام فشلت بسبب تعنت رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين أتوا بعد رابين وقتل رابين، وانكفأت الولايات المتحدة وحاولت سوريا في الوساطة التركية 2008 وأيضا فشلت. ولذلك أنا أقول لك سوريا لن تتخلى عن دعم حركات المقاومة ولكن بالإمكانية التي تستطيع أن تدعم بها. يا سيد غسان معذرة للمقاطعة، ثواني يعني لا ثواني بس نعم. لأنه نعم. نقطتين مهمين، أولا لأن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب السوري كما هي قضية الشعب الفلسطيني، وأيضا لأن أراضي سوريا محتلة، ولذلك يعني نعم. ليس اليوم أمام سوريا إلا الوقوف مع حركات المقاومة. قد يكون هناك تكتيك كما قلت لك بسبب الأوضاع الحالية في سوريا، ولكن في النهاية ما زالت إسرائيل عدو، ما زالت تحتل أراضينا، ما زلنا نعد العدة لأن نسترجع حقوقنا ونقف إلى جانب إخواننا سواء في فلسطين أو لبنان. طيب. هذا أعتقد بشكل عام، يعني أنا أتكلم ككاتب ومحلل سياسي متابع نعم. ومستقل أيضا، وبالنهاية للقيادة السورية رأيها.